بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن على الدرب اقتفى. ثم أحييكم بتحية الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. ونسأله سبحانه أن يعمنا وإياكم بنفحات الإيمان التي أخبرنا بها المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جاء الإعلان الرباني من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة، يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بهذا الإعلان لم يترك المولى عز وجل عذرا لنبيه عليه الصلاة والسلام من أن يصدع بأمر رب العزة والجلال. فهنا على صوت النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أبي قبيس منادياً الناس ومخاطباً لهم بهذا الدين الجديد، بعقيدة التوحيد، بعقيدة رب الأرض والسماء. وهنا كانت بداية القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية المواجهة بين دعوة الخير ودعوة الشر، بين دعوة التوحيد ودعوة الشرك، بين دعوة الضلال ودعوة الصلاح. فأول مناهض ناهض النبي صلى الله عليه وسلم وعمه أبو لهب، الذي قال له: تباً لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ بهذا الإعلان بدأت المعركة تشتعل نارها بين حزب الله وحزب الشيطان، بين حزب أهل الضلال وبين حزب أهل الهداية والصلاح. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشق طريقاً جديدة بتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، مواجهاً رموز الكفر وعتاة الشرك والعناد والعياذ بالله، مواجهاً تلك الأرضية التي قد نبت فيها الفساد، ونبت فيها الضلال، ونبت فيها الشرك ورموز العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فبعد أن كانت مكة هي أول بيت يوضع لعبادة الله عز وجل في أرضه، أصبحت مكة تحتضن حول الكعبة المشرفة أكثر من 300 صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بعد أن كان البيت الحرام رمزاً لعبادة الله عز وجل والتوجه إليه سبحانه وتعالى، أصبح متوجهاً لأولئك الذين يريدون عبادة غير الله سبحانه وتعالى. بعد أن كان الناس يتوجهون بأكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أصبحوا يتوجهون بأكف الضراعة أولاً إلى أصنامهم وإلى أوثانهم يعبدونها من دون الله عز وجل. إذن هنا لا بد وأن يواجه النبي عليه الصلاة والسلام معركة حامية الوطيس بين هذين المعتركين. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ أمر رب العزة والجلال تحمل كل أنواع الإذاء، لأن قريش ما كانت لتستسلم لهذا النداء الجديد، ما كانت لتستسلم، لأنها تعلم أن هذا النداء الجديد سيستلم منها مكانتها، لأن
المكانة الدينية كانت تحتضنها قريش بين سائر العرب، وكانت العرب تنظر إلى قريش على أنها حامية المسجد الحرام وحامية البيت المقدس، تنظر إلى قريش على أن مكانها مكان أمن واطمئنان وسكينة، تنظر إلى قريش على أنها سيدة قبائل العرب، فلذلك يحتمون بحماها ويرجعون إلى رأيها وحكمتها. فلذلك ما كانت قريش لتسلم القيادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد اقتسموا فيما بينهم خدمة البيت الحرام، فمنهم من كان يقوم برفادة الحجيج وإطعامهم، ومنهم من كان سدنة للبيت الحرام، ومنهم من كان يقوم بسقاية الحجيج، وكل يقوم بعمل يراه وسام شرف، يقلده شرفا عظيما بين القبائل فضلا عن شرف السماء. لذلك واجهت قريش النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة عنيفة، واجهت النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من المؤمنين، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يمر ببعض طرقات مكة، فإذا بشقي من أشقيائها ينثر التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، والتراب قد تناثر على وجهه الكريم كاللآلئ المضيئة، فتمسح التراب عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي شفقة على أبيها من هذا الإذاء الذي لحقه من قومه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنتا، فإن الله عز وجل ناصر أباك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يخضع بجبينه بين يدي الله سبحانه وتعالى عند الكعبة المشرفة، وإذا بعقبة بن أبي معيط يأتي بسلا جزور، أي مكرشة بعير، يريد أن يضعها على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلكم الخبث يريد أن يضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العناية الربانية تحول بينه وبين فعلته الشنعاء، فيعترضه جبريل في صورة فحل من الإبل، فيضع عقبة بن أبي معيط سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بعض الصحابة ليزيل هذا الأذى عن ظهره عليه الصلاة والسلام. وبينما في يوم من الأيام وأيضا ساجد صلى الله عليه وسلم عند الكعبة المشرفة، وإذا بأبي جهل يأتي بصخرة عظيمة يريد أن يضعها على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يتباهى بقوته، لأن الله عز وجل أعطاه قوة في جسده وبنية في جسمه، فلذلك كان يتفاخر بقوته، فأتى بصخرة عظيمة، وقريش في أنديتها تنظر هذا المشهد، وأبو جهل يتفاخر بهذه القوة، فلما جاء يريد أن يضعها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام إذا بجبريل يتصور في صورة فحل من الإبل، فيعترض هذا فيريد أن يلتهمه، فهنا يرجع على عقبيه فيضع الصخرة في الأرض، فتضاحكت عليه قريش، قالوا: زعمت أنك تريد أن تقتل محمداً؟ قال: لقد عرض لي فحل من الإبل، ولو أني وضعتها على ظهره لقتلني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل، ولو أنه وضعها لقتله. يا أيها النبي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج في صيد له، فلما رجع وجد أن بعض المشركين قد تناول النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، وهنا استل سيفه وقام محاميا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن عرضه. إذن هي مواجهات جسدية ومواجهات لسانية،
إيذاء معنوي وإيذاء جسدي يجده النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، تارة ينعتونه بالجنون، وتارة بالسحر، وتارة بالكذب، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، أنهم لا يكذبونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهل تقف هذه المؤامرات عند هذا الحد؟ كلا، وإنما ما زالت قريش تنوع أنواع وأساليب العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يعذبونه بنفسه، وتارة يعذبون أهله وأقاربه وأتباعه، حتى يفت ذلك في عضد النبي عليه الصلاة والسلام. يمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت آل ياسر المكون من المرأة الضعيفة المستضعفة وهي سمية، ومن الرجل المستضعف العبد الذي كان بين يدي مواليه وهو ياسر، ومن الشاب الصبي الذي لا يملك حولا ولا قوة في الدفاع عن والديه وهو عمار، يمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يستطيع أن يدافع عنهم، لأن الله ما أذن له في الدفاع، وما يملك إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وفعلا تستشهد الزوجة بسبب ضربة حرباء ضربها إياها سيدها في عفتها، فخرجت من الجانب الآخر فأسلمت روحها لتكون أول شهيدة في الإسلام من النساء. ثم يأتي الدور على رب الأسرة ياسر رضي الله تعالى عنه، فيستشهد أيضا تحت وطأة ذلكم التعذيب. ويفر عمار بكلمة الكفر يرضي بها أولئك العتاة، ليبقى بعد ذلك شهيدا على شهادة والديه، وليبقى بعد ذلك مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه: تقتلك الفئة الباغية يا عمار. يمر النبي عليه الصلاة والسلام ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه الذي كان قد نال تعذيبا شديدا من أسياده، أولئك الذين كانوا يأتون به فيجردونه من ملابسه، ثم يسحبونه في حصباء مكة الحارقة في الرمضاء الشديدة الحرارة، ولا يكتفون بهذا بل يضعون الحجارة الحامية على ظهر بلال رضي الله تعالى عنه، ظنا منهم بأن هذا التعذيب سيكون وسيلة لرده عن دينه وصده عن عبادة ربه، ولكنهم لا يجدون كلمة تتردد على لسانه سوى أحد، يريدون أن يشتروا كلمة أخرى بهذا التعذيب من قلب بلال رضي الله تعالى عنه، ولكنهم لا يجدون إلى ذلك سبيل. لهذا أكرمه رب العزة والجلال بأن أصبح بعد ذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع كلمة التوحيد، لأنها كانت تتردد على لسانه تحت وطأة التعذيب، فلذلك أعلى الله قدره إلى أن يردد هذه الكلمة لترتفع إلى عنان السماء بإذن الله سبحانه وتعالى، لينال هذا الشرف، شرف وسام اللقب الذي حظيه بلال بن رباح وهو المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وقد أصبح الصباح، فيقول لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة في رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر بها بلال بن رباح، فيقول له: يا رسول الله، ما أحدثت حدثا إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت بعده ركعتين. قال: بهذا نال شرف السبق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. تعذيب لا يستطيع كل أحد أن يتحمله، ولكنها النفوس الإيمانية التي تعلقت برب العزة والجلال سبحانه وتعالى بكلمات التصبير والتصبر التي كانوا يسمعونها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي ذلكم الصحابي وقد أثقله ذلكم التعذيب،
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرض يأتي إلى رسول الله وقد توسد بردته عند صحن الكعبة، فيقول له: يا رسول الله، ألا تدعو الله، ألا تدعو الله لنا أن يفرج كربتنا وأن يزيل همنا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينهض ليقول كلمات حتى ينزل بها السكينة على قلب ذلك الإنسان المتألم، الإنسان الذي يئن في جراحه. يقول له: إن من كان قبلكم يؤتى بالواحد منهم فتحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع ما بين عظمه واللحم فينصف إلى نصفين، لا يفت ذلك في عضده شيئا، ووالله لينصرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ووالله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولجأرتم إلى الصعدات تبكون ولحثوتم على رؤوسكم التراب. كلمات سكبت على قلب خباب وكأنها ماء زلال يرتوي به ذلك الإنسان العطشان في صحراء مقفرة، فارتوى بها خباب وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم ذلكم التعذيب بردا وسلاما: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنها مشاهد من مشاهد التعذيب الذي تحمله أولئك الصحابة. من أجل ماذا؟ من أجل الإيمان، من أجل الدين، من أجل رفع راية التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قد دخل، جاءه عقبة بن أبي معيط يريد أن يدعوه إلى وجبة عشاء، وكان بينه وبين رسول الله في الجاهلية صحبة، فقال له: لا أستطيع أن أكل من طعامك لأنك رجل مشرك، فإن أردت أن أجيب دعوتك فادخل في ديني. فنطق بشهادة التوحيد لأجل أن يستجيب النبي لدعوته لعشائه. فسمع بهذا الخبر أبو جهل، فجاء إلى عقبة بن أبي معيط فقال له: لقد صبأت عن دين آبائك وأجدادك. قال: ما كان ذلك؟ قال: إذن لماذا دخلت في دين محمد؟ قال: إرضاء له لأجل أن يأتي إلى طعامي. قال: واللات والعزى لا نؤمن بكلامك ولا نصدق حتى تذهب إلى محمد فتبزق في وجهه. فما كان من ذلك الشقي إلا أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فارتد ذلكم البزاق على وجهه فأحرق وجهه والعياذ بالله. وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضله أبو جهل عن ذكر الله بعد أن جاءه، وبعد أن نطق بشهادة التوحيد ارتد على عقبه طاعة له والعياذ بالله. هذه المشاهد التي كانت تمر من مشاهد التعذيب على صحابة النبي، يتلذذون ذلكم العذاب من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء رب العزة والجلال. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لكنها النفس البشرية تضيق ذرعا بهذا التعذيب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد مكة حالكة مظلمة لا تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى دار أخرى لعله يجد متنفسا لدعوته، فيذهب إلى أرض الطائف، فيذهب على رجليه يقطع أكثر من 70 كيلومترا بين بطون الأودية وشغاف الجبال، لعله يجد من يستجيب لدعوته ويحتضن هذا الدين الجديد. ولكن ثقيف كانت أشد عداء من قريش
لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد منهم غير الاستهزاء والسخرية، وأمروا عبيدهم وصبيانهم أن يلحقوه خارج مدينتهم. لأجل ماذا؟ لأجل أن يضربوه بالحجارة ويسفهوا أحلامه صلى الله عليه وسلم. إلى من المشتكى وإلى من الملتجأ؟ يلتجئ النبي عليه الصلاة والسلام إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فيجلس هنالك ليستريح، فإذا بكلمات الأنين والشكوى ترتفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة والجلال، وهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعير يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح له أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك، فلك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فتأتي الإجابة فورا من الله سبحانه وتعالى، فيأتي غلام يعمل في تلك المزرعة يسمى عداس، وكان غلاما نصرانيا، فأتى بقطف من العنب إلى رسول الله كما جاء في بعض الروايات، وإن كان بعض العلماء له موقف ومقال من هذه الروايات. قال: فناول النبي صلى الله عليه وسلم قطف العنب، فلما تناوله عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله. فقال عداس: إن أهل هذه القرية لا يعرفون هذه الكلمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين أنت يا عداس؟ وعلى أي ديانة أنت؟ قال: أنا نصراني من نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. فقال عداس: ومن أين لك أن تعرف يونس بن متى؟ فقال: كيف لا أعرفه؟ ذاك نبي، ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. فانكب عداس على رسول الله يقبل يديه ورجليه استبشارا بهذا النبي الجديد صلى الله عليه وسلم. ويواصل عليه الصلاة والسلام مسيرته، وبينما هو يصلي صلاة الفجر في النخيلة إذا بجن نصيبين يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنوا إيمانهم وإسلامهم بعد أن يستمعوا إلى كلمات القرآن الكريم، ينبلج نورها من فم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ثم تأتي فاتحة السماء ممثلة في رحلة الإسراء والمعراج، ثم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة ويدخلها في جوار المطعم بن علي، مع أنه كان مشرك ولكن قريشا كانت تعترف بالجوار. إذن يرجع النبي إلى مكة المكرمة مرة أخرى، وتتواصل مسيرة الإيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتنكيل بأصحابه، ويأتي ذلك الإعلان القرشي في ماذا؟ في المقاطعة لرسول الله ومن معه من المؤمنين. فحوصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان يسمى بشعب بني عامر، حوصر عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني هاشم من المسلم والكافر منهم، لأن الكفار أخذتهم العصبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي نبأ هذا الحصار لمدة 3 سنوات، لدرجة أن الصحابة أكلوا أوراق الشجر. وبينما سعد بن أبي وقاص يذهب في يوم من الأيام ليتبول، فإذا ببوله يسقط على شيء صلب، فلما انكشف له رأى أنه جلد شاة محرق، فأخذه سعد بن أبي وقاص ثم وضعه على النار وبقي قائما عليه يأكل منه لمدة 3 أيام. لماذا؟ لشدة الجوع الذي ألم بهم. وفي ذلكم العام
وفي ذلكم العام يلتهم الحزن النبي صلى الله عليه وسلم كما التهم من قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كما التهم يعقوب عليه السلام لفقدانه لأبنائه عليه الصلاة والسلام، وكما التهم نوح عندما فرق الغرق بينه وبين ابنه، وكما التهم غيره من أنبياء الله سبحانه وتعالى وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفي ذلكم العام يتوفى عمه أبو طالب الذي كان بمثابة العضد الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوفى الله عز وجل زوجه خديجة التي كانت الحضن الدافئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رجع إلى بيته إلى من يبث شكواه من البشر؟ يبث شكواه إلى زوجته الحانية التي هي لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فتنطلق منها الكلمات الوديعة، الكلمات التي تطمئن قلب النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. فتنزل تلك الكلمات بمثابة الحبوب المسكنة لآلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قدر الله المكتوب في الأزل، لكل أجل كتاب، فقبضت روح خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن موت عمه وموت خديجة وحصار يلتهم النبي من كل جانب، فلا مبايعة ولا مشارة ولا شراء ولا مجالسة. وهنالك اشتد الأمر على رسول الله وعلى من معه من الصحابة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأعلمهم بأن بها ملكاً وإن كان على دين النصرانية، لكنه كان صاحب كرم لا يغفر له جوار. فذهب الصحابة إلى أرض الحبشة، ولكن أنى لهم أن يستقروا في أرض الحبشة، ففيها غربتان: غربة لسان وغربة ديار، لأن أهل الحبشة ما كانوا يتكلمون العربية، وديارهم مختلفة عن ديار أهل مكة وعن الجزيرة العربية. فما استقر بهم القرار في تلك الديار، وما لبثوا أن رجعوا إلى مكة المكرمة مرة أخرى، وإذا بهم يرجعون مرة أخرى إلى سلسلة التعذيب الذي يواجهونه من أهل مكة المكرمة، إلى أن جاءت ساعة الفرج من الله، وإلى أن جاء ساعة الإذن من الله عز وجل لرسوله ولصحابته بالهجرة إلى أرض يثرب، أرض المدينة المنورة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل بين لابتين، وأتصور أنها أرض هجر، ولكن بقي النبي يخمن ولم يجل الله عز وجل له أرض المهجر بالذات، فتارة يظنها أنها البحرين وهي التي تدعى بالأحساء الآن، وتارة يظن أنها أرض هجر، ثم وتارة يتخيلها أرضا أخرى، إلى أن جلاها الله عز وجل ونعتها له بالاسم وهي أرض يثرب. فانطلق الصحابة إلى أرض يثرب مهاجرين فارين بدينهم إلى رب العزة والجلال: إني مهاجر إلى ربي، إني مهاجر إلى ربي. فانطلقوا إلى المدينة المنورة، وأول ركب انطلق إلى أرض المدينة هو بيت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. لكن قريش تعلم أن نبأ الهجرة هذا سيحدث لمحمد نبأ عظيما، وسيحدث له صفحة تاريخية جديدة، فلذلك ما كان ذلك تلكم الهجرة لتقف على المؤمنين بالهوينة، وإنما وقفت عليهم بتضحيات بذلوها من أجل دين الله سبحانه وتعالى، من أجل عقيدتهم، من أجل ربهم سبحانه وتعالى. فبينما أبو سلمة يخرج فاراً بدينه ومعه زوجته ومعه غلامه الصغير، فإذا بأهل زوجته يلحقون به فيقولون له: أما هذه نفسك فقد غلبتنا عليها، أما ابنتنا فلا نتركها تذهب معك. قال: ماذا؟
قال لا بد أن تتركها معنا، فبقي معهم في صراع وجدال، ثم أخذوا ابنتهم فخرج رضي الله تعالى عنه، ما رق قلبه لزوجته ولا لابنه، لأنه تركهم لله عز وجل، وفعل كما فعل إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر رضي الله تعالى عنها في أرض مكة بواد غير ذي زرع: إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فتمثل أبو سلمة هذا الأمر وخرج فارا بدينه إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء أهله إلى أهل الزوجة فقالوا: هذا ابننا، أي الطفل الصغير، لا نتركه معكم. فبقي الفريقان يتجاذبان هذا الطفل الصغير إلى أن شلت يده فأخذه أهله، ففرقوا بين المرأة وبين زوجها وبينها وبين طفلها، وبقيت أم سلمة تحن على طفلها وتحن على زوجها لمدة سنة كاملة، لا ترقأ لها عين ولا لا يكفكف لها دمع ولا تهجع لها عين، إلى أن رق لها بعض أهلها بعد مرور سنة كاملة، فكلم أقارب زوجها فأعطوها طفلها، ثم لحقت بزوجها. من يصبر أن يفرق بينه وبين زوجه وبينه وبين ولده لمدة سنة كاملة لا لأجل شيء، وإنما لأجل الله عز وجل؟ فهنا لما لم تبح بهذا السر لطمها لطمة حتى سقط قطها رضي الله تعالى عنها، ولكنها تحملت ذلك الإذاء من أجل الله ومن أجل الدين والإيمان. وانطلق أبو الجهل ومن معه من الكلاب المسحورة يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة، إلى أن جاءوا إلى غار ثور، وهنا أعمى الله عز وجل أبصارهم فوقفوا على فم الغار، ولكنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر مشاهد تعالى.
فنادى برسول الله يريد الأمان، فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جاء عدوا فانقلب صديقا، وجاء كافرا فانقلب مؤمنا، وجاء مقابلا فانقلب مؤمنا، وكان يخدم الفرسان الذين يريدون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أنباء هذه الرحلة المباركة. سلم النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الركب الميمون إلى أرض قباء، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أياما، وبنى مسجد قباء الذي هو من أوائل المساجد التي بنيت في الإسلام، وهو الذي عناه الله بقوله كما جاء من بعض أهل التفسير عناه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان أهل المدينة يتشوفون كل يوم لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله من أرض قباء إلى أرض يثرب، وكانوا يخرجون حتى إذا حمي الظهيرة رجعوا إلى بيوتهم. وفي يوم من الأيام وبعد أن رجعوا في قادية الظهيرة إذا بأحد اليهود كان يخرف في نخلة له، فرأى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ومن معه من أبي بكر وغيره، فقال يا أهل يثرب هذا صاحبكم قد جاء. فهنا انطلق أهل يثرب يرددون كما جاء في بعض الروايات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وفي بعض الروايات يقولون بأن هذه الأبيات قالها الصحابة عندما قفل النبي راجعا من فترة تبوك، أما الذي كان يقوله الصحابة عندما كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم: جاء رسول الله، جاء نبي الله، جاء رسول الله، جاء نبي الله، وهم يتوشحون أسلحتهم ومستبشرين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسكون بزمام ناقته وهو يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، إلى أن أناخت ركابها في مربد لأيتام من بني النجار، وبنو النجار كانوا أخوان لوالد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المربد، بشعر المربد يعني مصطاح، هذا المكان اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يبنى له فيه مسجد وأن تبنى له بيوتات في ذلك المكان. ثم لما أناخت الناقة انطلق رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ركاب النبي عليه الصلاة والسلام ورحل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أخذ الرحلة إلى بيته. فقال الناس لرسول الله: زل معنا يا رسول الله. فقال: المرء مع ركابه. فقال له ذلك الصحابي: ركابك في بيتي يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رضي الله تعالى عنه، وكان بيته بيتا صغيرا مكون من طابقين من السعف، وكان أنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرضي وهو في الطابق العلوي، حتى لا يشق على رسول الله الصعود، وحتى يبقى ذلك سهل استقبال الضيوف. ففي يوم من الأيام في ليلة من الليالي إذا بأبي أيوب الأنصاري كان عنده ماء، فانهرق الماء على الأرضية، وهذه الأرضية من السعف، فسينزل الماء فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم رداء واحد ينتحفون به هو وزوجه، فما كان منه إلا أن امتص ذلك الماء بذلك اللحاف، وبات ينتحف البرد هو وزوجه رضي الله تعالى عنه، ليكون له ذلك شرفا عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي هجرة الصحابة. الصحابة توافدوا أرسالا وجماعات إلى المدينة المنورة، لكنهم ما وجدوا الأمر
الأنصار يغرقون بيوتهم ولا يمنعون ديارهم عن إخوانهم كما فعل إخواننا المسلمين عندما أغلقوا حدودهم في وجه إخوانهم اليمنيين والسوريين والعراقيين لما طردتهم الحروب من بلدانهم واحتاجوا إلى أن يدقوا أبواب الكنائس وإلى أن يدقوا أبواب الأوروبا حتى تحتضنهم مقابل ماذا يحتضنهم الصليب مقابل تنصير أبنائهم وتهجير عقيدتهم وضلال معتقداتهم والعياذ بالله تعالى وإنما احتضن الأنصار إخوانهم المهاجرين قاسموهم الأموال وقاسموهم الديار بل منهم من اقتسم حتى الزوجات بينه وبين إخوانهم المهاجرين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون لكن يا إخوان ما هو نصيبنا نحن من هذه الهجرة ما هو نصيبنا ما هي الدروس التي نستفيدها من هذه الهجرة إنها دروس كثيرة وأرى بأن الوقت قد انتهى نلخصها في مقام النقطة الأولى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد أسسوا بهذا الدين ودعموا دعائمه وبذلوا الغالي والرخيص من أجل دين الله سبحانه وتعالى ووجب علينا أن نحبهم وأن نبجلهم ونعظمهم لأنهم عظموا هذا الدين ورفعوا رايته النقطة الثانية أن علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تحمل الإيذاء وتحمل التنكيل وتحمل كل شيء من أجل أن يشعشع الإيمان في قلوبنا وتصل هذه العقيدة الصافية إلى أنفسنا ولولا ذلك ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر نفسه ما وصل إلينا الإيمان وحب النبي من الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين الدرس الثالث أن علينا أن تكون محبتنا لرسول الله محبة صادقة محبة ليست محبة عواطف وإنما محبة عقيدة محبة إيمان محبة دفاع محبة مناصرة كثير من الناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكون ويترنمون بالأناشيد والقصائد ولكن مخالف لسنة الرسول لا يطبق سنة الرسول لا في ملابسه ولا في شكله ولا في بيته ولا في منامه ولا في يقظته ولا في معاملاته يأكل الربا مع أن الرسول لعن آكل الربا يفعل الزنا مع أن الرسول نهى عن ذلك يفعل كل ما يخالف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيش؟ أو يصيبهم عذاب أليم فالحب الحقيقي للرسول في اتباع أوامره صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن نصيبنا نحن من الهجرة أن نهجر المعاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء اهجر المعاصي اهجر محبة غير الله اهجر الاقتداء إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع صلتك بالمفسدين واقطع صلتك بالظالمين واقطع صلتك بالغافلين واقطع صلتك بالكسالى والنائمين واقطع صلتك بالعلمانيين هذه هي الهجرة الحقيقية هاجر اهجر دار السوء إلى دار الإيمان واهجر قلب محبة غير الله إلى محبة الله ورسوله واهجر المعاصي إلى الطاعة الصادقة لله سبحانه وتعالى فستكون بهذا أنت مهاجر إلى الله عز وجل ومن الدروس التي نستفيدها أن المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالإيش؟ بالحمى والسهر ومن الدروس التي نأخذها أن علينا أن نخدم هذا الدين وأن نبذل من أجله الغالي والرخيص وأن نجاهد في سبيل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
فجاهد في سبيل الله بقلمك، وجاهد في سبيل الله بتربيتك لأبنائك، وجاهد في سبيل الله بإنفاقك لمالك ولو كان قليلا، اتقوا النار ولو بشق ايش؟ ولو بشق تمرة. وجاهد في سبيل الله بفكرك، إذا كان الله عز وجل أعطاك فكرا نيرا خطط من أجل الجهاد في سبيل الله، من أجل نصرة هذا الدين. مهندس، كيف يجاهد في سبيل الله بهندسته؟ يسمع عن مسجد يريد أن يبنى وهو مهندس في الإنشاءات، يعمل هذه الخريطة لله عز وجل بدون مقابل، هذا من الإنفاق في سبيل الله. طبيب، بعض الأطباء يقتطعون شهر من السنة يذهبون إلى أفريقيا يعالجون أبناء المسلمين الفقراء والأيتام، يفتحون عيادات في مدة شهر بالمجان، هذا من ليش؟ من الجهاد في سبيل الله. معلم، معلم رياضيات، معلم علوم، معلم فيزياء، يجمع أولاد الأيتام، أولاد الفقراء الذين لا يستطيعون على القيام بدروس خصوصية، فيجمعهم فيقيم لهم دروس خصوصية بالمجان، هذا من ليش؟ من الجهاد في سبيل الله. أنت أيها الإنسان الفصيح، فصيح اللسان، الله عز وجل من عليك البيان والبلاغة، هنا تقوم بموعظة الناس وبإقامة المحاضرات والدعوات، هذا من إيش؟ هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا كل يجاهد في موقعه، فكن أنت مجاهد في موقعه، وبما من الله عز وجل عليك ستكون نصيرا لهذا الدين ومبلغا لأمر الله عز وجل، وسيكون لك نصيب من الهجرة الأولى التي كانت لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، أكثروا من الصلاة على رسول الله، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تحول به جنتك، ومن اليقين كما تهون به علينا مصائب الدنيا. اجعل اللهم من أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وأهوانا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم عليه تسليما، وزده شرفا وتكريما، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.